ابريتوس، ونتكلم على ماسلز اوف تانك. النهارده موضوعنا اتنين، نعرف كده بس ايه اللي احنا ناخده النهارده، ستايلول ابريتوس وماسلز اوف تانك. وعضلات التانك دي عايز اعرف فيها اوريجن، انسرشن، نيرف سبلاي، اكشن، ريليشنز. تمام كده؟ ماشي. طب اسمع، ركز كده ولا كان في حاجه كده اخوانا بس مستير اوفيشال فين فيشال نيرف. الموضوع انا دلوقتي احنا بنتكلم عن موضوع اسمه ستايلود ابريتوس. ستايلود ايه؟ ابريتوس. يعني ايه ستايلود ابريتوس؟ قال لك الحاجات اللي ماسكه في الستايلود بروسيس. الحاجات اللي ماسكه فين؟ في الستايلود بروسيس. قال طيب مبدئيا كده ايه الريليشن بتاع الستايلود بروسيس؟ هو ده المقطع صح؟ كده سوبرفيشال صح؟ وكده ديب صح؟ ايه السوبرفيشال ليها؟ باروتيد جلاند واللي جواها صح؟ باروتيد جلاند external carotid posterior facial vein facial nerve صح؟ ايه اللي دي بيها؟ الكاروتيد شيس والول بتاع مين؟ والول بتاع الفاركس. تمام؟ معنى كده ان لو في عندنا اثنين carotid arteries external و internal مين بينهم؟ ستايلود ايه؟ بروسيس. الستايلود بروسيس دي بيها artery و superficial ليها ايه؟ artery. superficial ليها external carotid ودي بيها internal ايه؟ carotid. بس مش internal بس، الكاروتيد شيس كلها اللي هو الانترنال مع الفيجاس مع الانترنال جاجولار مش يسال عليه. خلاص كده؟ طب structures crossing ستايلود بروسيس من بره يبقى في facial nerve external carotid posterior facial vein. تمام كده؟ ايه بقى موضوع ستايلود ابريتوس ده؟ احنا قلنا ستايلود ابريتوس الحاجات اللي ماسكه فين؟ في الستايلود بروسيس. ايه الحاجات اللي ماسكه في الستايلود بروسيس؟ قال لي والله في ثلاث عضلات وفي اثنين لجنز. براحة كده خمس حاجات. كم حاجة؟ خمس. ده ممكن يجي سؤال في امتحان. منشن ماسلز اوف ستايلود ابريتوس او منشن الليجامنتس بتاع ستايلود ايه؟ ابريتوس. او اتكلم عنه كل سؤال كبير قوي كده بقى لو جه. ماشي. بص يا سيدي الاثنين ليجامنتس خلي بالك ده المندول ومين العظمة دي؟ ها؟ هايد بون. كان في عضلة كده جاية هنا اسمها مين دي الأول هنا؟ مايلويد. ودي مين هنا؟ هايبروسس. دي الهايبروسس ودي مين هنا؟ المايلويد هايبروسس. مش كده برضو؟ مين كان مغطى الثاني؟ المايلويد سوبرفيشال بالنسبة لمين؟ الهايبروسس. لو جينا نكمل رسمتنا كان ده تمبرو مانديبرال جوينت. ها مين ده؟ اكسترنال ميتس. ها؟ ماستويد بروسيس. ودي مين ها؟ ستايلويد بروسيس. مش كده؟ بص يا سيدي
بصينا كده دلوقتي في اتنين ليجامنت ماسكين فين في الاستابيل بروسيس دول مين؟ ادي الليجامنتس كومبوننت بتاع الاستابيل ابريتس. واحد طالع من الستيرويد ماسك في الانجل اوف ماندبل اسمه ايه ده؟ ستايلو ماندبل ليجامنت. لو تفتكروا زمان ده كان جزء من باروت الكبسول صح؟ وكان بيفصل باروت الجلاند عن سب ماندبل ايه؟ جلاند مش كده؟ ده اسمه ايه ده؟ ستايلو ماندبل ايه؟ ليجامنت. ادي واحد وفي ليجامنت تاني طالع من الستيرويد ماسك في الهايلويد مش كده؟ اسمه ستايلو هايلويد ليجامنت. السؤال بقى الستايل هايد ليجامنت علاقته ايه بالهايبروسس؟ دي بالهايبروسس دي اللي مين؟ بالهايبروسس. يبقى تاني كده ستايلو مانديبولر وستايل هايد ادي الايه الاثنين ليجامنتس اللي ماسكين فين؟ في الستايل بروسس. واحد ماسك في الانجل اوف ماندبل وده كان جزء من الديب لاير بتاع البارود الكبسول وبيسيبريت السب البارود بتاع مين؟ عن السب مانديبولر جلاند. ستايل هايد ليجامنت ده طالع من الستايل بروسس من الميدل بارت بتاعه وبينزل ديب لمينها؟ للهايبروسس وبيمسك فين؟ في الهايد بون في منطقه التقاء البادي مع الديتا كورني. مشاكل صعبه دي ولا تاني؟ العضلات العضلات ثلاثه بصوا بنسمي واحده طالعه من الستايلويد للتانج ستايلوبلوسس اسمها ايه؟ ستايلوجلوسس. واحده طالعه من الستايلويد للهايويد ستايلوهايويد ماشي. طب واحده طالعه من الستايلويد ونازله في الفارنكس ستايلو فارنجيس مش كده اسمها ايه؟ ستايلو ايه؟ فارنجيس. هنتكلم عنها حالا. من ستايلو للطنج كلها ستايلو 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 يبقى في اثنين ستايلو هايد مش كده ماسكين فين؟ بيقول ستايلو هايد ليجامنت وستايلو هايد ماسل. ما هو هنا اوكلاند قوي ماشي حاسس النهارده كلها تدخلات كده. اسامه انت مت؟ بتفكر؟ حد يفكر يفتح بقه ويبص لفوق؟ المهم يعني ماشي يا خش طريقة تفكير غريبة. ستايلو جروسس ها ستايلو هايويد وستايلو ايه؟ فارنجس. تعال كده بس ايه نقسم الستايلويد فورس الاول. هنقسمها الى تيب ميدل بارت وروت او ساعات اسمها البيز لكن الايركس والبيز خليها زي كده الكتاب عندكم تيب وميدل بارت وايه وروت. الثلاث عضلات متقسمين واحده ماسكه في التيب واحده ماسكه في الميدل بارت واحده ماسكه فين؟ في الروت. مصممين ازاي؟ ادي عضله ادي الثانيه ادي الثالثة. كم عضلة كده؟ ثلاثة. اللي ماسكة في التب في التب ستايلو جلوسس. ماشي. اللي طالعة من الميدل بار ستايلو هايويد. اللي طالعة من الروت ستايلو فارنجيس. كم واحدة كده؟ ثلاثة. التب مهم أوي الكلام ده. تب ميدل بار وروت. ده اوريجين بتاعهم ستايلو 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 فروم تيرو ستايلو بروسيس في الميدل بار بتاع الستايلو بروسيس من الروم بتاع الستايلو ايه بروسيس رايحين فين؟ تعال نشوف كده مع بعض للتانك للهايويد فارنجيس نزل في الفارنج فين في الفارنج هنشوف دلوقتي. بصوا الرسمه الجايه دي مهمه قوي. والله في رسمه كنا رسمناها المره اللي فاتت لما كنا كسرين ماندبل كده فاكرينها؟ كان ده الماندبل اهو. ايه بتاع ده؟ ده الطنج مش كده؟ وايه؟ كان في عظمه هنا من دي هنا؟ مين اخويا دي؟ هايد بون صح كده؟ ده اسمه ايه بتاع ده؟ جريتر كورنيو بتاع هايد بون. وتحت الهايد بون في غضروف اسمه ثايرويد كارترج. اسمه ايه؟ ثايرويد كارترج بتاع حنجره، هو ده اللي عامل حنجره اصلا. او يعتبر اكبر غضروف الحنجره. ماشي يعني الحنجره فيها ثايرويد وكريكويد مش كلام بس اكبرهم اللي عامل معظمها هو مين ده؟ الثايرويد كارتريج موجود تحت هنا كده اسمه ايه يا اخوانا؟ ثايرويد كارتريج يعني ده الفرنت بتاع النيك عامل كده. وبعدين بص
كان في هنا عضله اسمها العضله هنا هايوجلوسس مش كده هايوجلوسس يعني كان عضله بالتفصيل وفي عندنا عضله اسمه كومون كاروتيد بيطلع في النك الكومون ده بيتفرع الى اكسترنال وايه وانترنال بص معايا ادي الكومون ده الكومون قالك الكومون بيجي فين يعني هنزل شويه معلش ايه ده السيريد كارتريج بيجي عند الابر رور ده بتاع السيريد كارتريج ومتفرع فرعين واحد ويفي كده واحد ستريت اكسترنال وانترنال ماشي هو دلوقتي ده اكسترنال وانترنال صح بينهم ستايلود بروسيس يعني المفروض مين دي بقى هنا مين اخوانا دي ستايلويد مش كده اهو لسه في المقطع اللي كنا رسمين دلوقتي اهو مين دي ستايلويد مين اللي دي ليها الانترنال مين السوبرفيشال ليها الاكسترنال ما هو لازم ما ينفعش تغطي لو انت جيت في الامتحان رسمت دي كملتها على الاكسترنال غلط تنقص مش اصل مش دي ليها اللي هو ايه المفروض ان هو لما كملنا كده سوبرفيشال ليه فهمت اخوانا طيب وبعدين المفروض الستايلويد يطلع منها ثلاث عضلات صح ادي التيب وده الميدل بارت وده مين ده البيز ستايلويد تانك ستايلويد هايويد ستايلويد ثايرويد ماسكه فين في الثايرويد ايه كارتريج بص طيب من اهم الرسومات الرسمه دي على فكره كل رسومات حصه النهارده عليكم طبعا معايا دي لما جه وتفسرها هنا برضه ماشي بس يا ده نعم بلاش حطها ماشي يلا يلا بص معايا كده بس احنا قلنا الغضروف ده اسمه ايه اسمه ثايرويد كارتريج ثايرويد كارتريج بص معايا ستايلو جلوسس ستايلو ها هايويد ستايلو فارنجيس نازله في جدار الفارنجس وماسكه في اللارنجس ماشي ما خلي بالكم اللارنجس وراء المنطقه كلها فيها فارنجس مش كلام فهي نازله بالطول في جدار الفارنجس وماسكه فين في اللارنجس طيب ستايل بروسس اوريجين وانسرشن قال والله طلع من التيب بتاع الاستيرويد ايه بروسس وماسكه في كل السايد بتاع الطنج صح وهي ماسكه في السايد بتاع الطنج بيقول لك ديكاسيت مع الياف مين مين اخوانا دي هاي بروسس صعبه دي لسه اتكلم على الريليشن بتاعتها بس واحده واحده كده ستايلو هايويد مش كده قال والله ستايل هايويد طلع من الميدل بارت بتاع مين بتاع الاستيرويد بروسس وبتمسك فين في التقاء مين بمين ده اسمه البارت بتاع الهايت بور وده اسمه ايه؟ الجريتر كوليوم بس قال لك وهي راح تمسك في الانسرشن بيحصل لها سبليتنج لتو لايرز بينهم بيعدي الدايجستريك اكيد الدايجستريك مصر ده كان اسمه انترميديت تندون بتاع الدايجستريك الطبقتين دول بيحوطوا مين؟ الانترميديت تندون بتاع مين؟ الدايجستريك في مشكله؟ حاجه ثانيه ستايلو فارنجيوس طالعه من الروت بتاع الاستيرويد بروسيس وراح تمسك فين في البوستيرو بوردر بتاع الغضروف اللي اسمه ثايرويد ايه كارتريج في السايد بتاع الطنج في الجانكشن بتاع البالي والجريتر كورنيو بتاع الهيد بول ودي ماسكه في البوستيرو بوردر اوف ثايرويد ايه كارتريج ريليشنز الريليشن بتاعتهم بص معايا اولا
هي الاستايلوي اصلا سوبرفيشال لمين؟ الانترنال صح؟ يعني حتى لو جينا في الرسمه دي مين دول؟ الثلاث عضلات بتوع الاستايلوي كلهم سوبرفيشال للانترنال اساسي. فعلا كلهم سوبرفيشال صح؟ بس مع الاكسترنال في مشاكل. ايه هي؟ الاستايلو بلوسس ديب لمين؟ للاكسترنال. الاستايلو هايويد سوبرفيشال للاكسترنال. الاستايلو فارنجس ديب للاكسترنال. او بمعنى اخر دلوقتي ده اكسترنال كاروتيد وده انترنال كاروتيد ماشي، في عضلتين بيمشوا بينهم، مين اللي بيمشوا بينهم؟ الاستايلو بلوسس والاستايلو ايه؟ فارنجس، بيدخلوا بين الانترنال والاكسترنال صح؟ ماشي. وفي واحده سوبرفيشال الاثنين اللي هي مين؟ استايلو هايويد. حاجه في مشكله؟ طب تعالى المرحله الثانيه، ايه علاقه الثلاث عضلات دول بالهاي بلوسس؟ ايه علاقه الثلاث عضلات دول بمين؟ بالهاي بلوسس. قال لك بص يا سيدي، ستايلو بلوسس وستايلو هايد سوبرفيشال الهاي بلوسس، الستايلو فارنجس ديب لمين؟ للهاي بلوسس. مهم قوي ماشي. كلهم طب واحد واحد كده، انترنال كاروتيد اكسترنال كاروتيد هاي بلوسس، يلا كده ايه علاقتهم بالانترنال؟ كلهم سوبرفيشال. ايه علاقتهم بالاكسترنال؟ في اثنين ديب وواحده سوبرفيشال. مين ديب؟ الستايلو جلوسس والفارنجس. مين سوبرفيشال؟ الهايبلوسس. طب تعالى نخش على اللي بعدها، الهايبلوسس. الستايلو جلوسس والستايلو هايويد سوبرفيشال مين؟ ها الهايبلوسس. والستايلو فارنجس ديب لمين؟ للهايبلوسس. صعب؟ في اي مشكله؟ لا لا، ما هو يعني هي المفروض ده ناحيه ورا شويه مش كده، هم طالعين ده قدام بيعملوا ريليشن مع الاكسترنال، فهمت؟ يعني هي تبقى ناحيه ورا كده، المفروض الاسترس في المنطقه دي كده ماشي. حاجه كده في اي مشكله؟ طيب معلومه ثانيه، هو دي بقى جاستريك صح؟ كانت ماسكه كده جاستريك دي، مين اللي ورا ده؟ ستايل بروسس. نكمل كده بس بيلي في الرسمه دي، انا هكمل بقى الرسمه، هظل الايه الدايجستريك ماسل ونشوف ايه اللي حصل. انا حته في الدايجستريك دي ايه الديب ريليشن بتاع الستيرو بيري ستايلو فارنجز؟ فاكرين ما قلتهاش المره اللي فاتت؟ قلت لكم حتى الحصه الجايه اعرفها. يبقى الستايلو فارنجز ديب لمين؟ للبوستيرو بيري. وهي ديب البوستيرو بيري كانت بين مين ومين؟ من الانترنال والاكسترنال كاروتيد ايه ارتلز. فهمتوا القصه عامله ازاي؟ من ضمن الديب ريليشن ستايلو، عشان كده ما قلتهاش المره اللي فاتت، كان لازم اشرح الكلام ده. فهمت يا اخوانا؟ صعبه؟ طيب ايه الاكشن بتاعهم العضلات دي؟ قال لي والله بص مين دي؟ ها ستايلو جلوسس، هتشد التانج لفوق والورا صح كده؟ ريتراكت التانج مش كده؟ يعني التانج لو بره هي بتريتراكت التانج. طب لو افرض التانج مش بره يبقى مالهاش وظيفه؟ قال لك لا، اثناء البلع الاكل بيدخل هنا صح؟ التانج الاكل عليه دلوقتي مش كده؟ المفروض ينزل في الفارنكس، فبتريتراكت التانج عشان البلع، بتساعد عمليه الايه؟ البلع، القلاب يعني ماشي؟ الاكل يخش يرمي الورق. طيب بعد ما بلعت يروح دول شغالين، مين دول هنا؟ ستايل هايويد ها وستايلو فارنجيوس، بيرفعوا الهايويد والسيرويد كارترج، بيرفعوا الحنجره كلها لفوق. طب لما ترفع الحنجره عشان يقفل لسان المزمار ماشي، ليه؟ عشان الاكل ما يخش جوه الايه؟ جوه اللارنكس. انتوا القصه عامله ازاي؟ يعني الستايل هايويد الليفيت الهايويد بون، الستايلو فارنجيوس الليفيت الفارنكس واللارنكس، او بمعنى ادق الليفيت السيرويد كارترج. انتوا القصه عامله ازاي؟ طب المراحل مين الاول اثناء البلع؟ القلاب الاول صح؟ هو مين هنا؟ كلهم يشتغلوا مع بعض اثناء البلع، بس اول واحده بتشتغل بتاع اللسان صح؟ هي اللي بالاكل، قلب يروح دول ايه؟ طالعين لفوق. حتى انت بتبلع تلاقي لسانك بيتضغط جوه الاول كده، وبعدين يروح ايه؟ اللارنكس طالع ايه؟ طالع لفوق. صح؟ الحاجات دي كلها في ثواني يعني بتحصل. فهمت يا اخوانا؟ صعبه؟ في اي مشكله؟ طيب. اكشن اوف ستايل بلوسس ريتراكت التانج ابورد وباكورد ديورنج سوالوينج. ستايل هايويد الليفيت الهايويد بون ابورد وباكورد ديورنج سوالوينج. ستايل فارنجر الليفيت السيروت كارتج ماشي ديورنج سوالوينج برضه، ما هو كله اثناء البلع. فهمتم؟ اقول تاني النيرف سبلاي في عندنا القوانين اول اكسبت. ايه اول اكسبت دي؟ بص معايا كده، فكرت معاك كده في الهيد، كان في كل عضلات الاوربت مين اللي بيغذيها؟ النرف الكام؟ ها الثالث صح؟ ما عدا بنراجع كده مع بعض، ها اس او 4 ها وال ار 6 مش كده؟ يعني اللاترال ريكتس بيغذيها 6 والسبيرو بيغذيها كام؟ 4.
هذا أول قانون في النبات. كان في قانون تاني، كل الجلد بتاع الفيس بيغذيها ترايجيمينال ما عدا المنطقة بتاعت الأنجل بتاع الماندل، صح؟ بيغذيها الإريكروت. هذا قانون تاني، صح؟ قول اكسبت. كل الاوربت بيتغذى بثلاثه، عضلات الاوربت يعني، ما عدا سبير اوبليك باربعه، لا تركز بكام؟ بسته. القانون الثاني احنا خدناه، كل جلد الفيس بيتغذى ترايجيمينال، صح؟ ما عدا الحته اللي على الانجل بيتغذى نرف اسمه ايه؟ جريد ايركولر. طب في قوانين كمان، كل عضلات الفارنكس، وقانون ثاني كل عضلات الطنج. بص معايا، كل عضلات الفارنكس، يعني كل عضلات الفارنكس، اي حاجه فيها فارنجس او كونستريكتور ماسل الفارنكس، اي عضله فيها سيره الايه الفارنكس، في عندك ثلاثه كونستريكتور ماسل، مش عارف سبير كونستريكتور ميدل كونستريكتور، اسمها سبير كونستريكتور ماسل الفارنكس، ميدل كونستريكتور ماسل الفارنكس وكذا، او فارنجس، ستايلو فارنجس، بلاتو فارنجس، سالبنجو فارنجس، اسمها غريبه كده، فارنجس، فارنجس او كونستريكتور بيغذيهم حاجه اسمها فارنجيال بلكسس، اسمها ايه؟ فارنجيال بلكسس اوف نيرفز، ما عدا عضله واحده اسمها ستايلو فارنجس بيغذيها النيرف التاسع اللي هو مين يعني اسمه ايه ده؟ جلوسو فارنج. ماشي، طب ما احنا بنتكلم عليه دلوقتي هنا ستايلو فارنجس، كل عضلات الفارنكس بيغذيها فارنجيال ايه؟ بلكسس اوف نيرفز، ما عدا عضله واحده اسمها ستايلو فارنجس بيغذيها النيرف التاسع جلوسو فارنجيال ايه؟ نيرف. طيب حاجة تانية، أي عضلة اسمها جلوسس تبع الطنج، يعني كل عضلات الطنج بيغذيها رقم 12 اللي هو اسمه 12 ده هايبو جلوسال نيرف، ما عدا عضلة واحدة اسمها بلاتو جلوسس بيغذيها فارنجيال بلكسس. تاني عندنا أربع قوانين دلوقتي، في كمان لسه اول ماسلز اوف بلات، اول ماسلز اوف لارينكس اللي احنا بناخده دلوقتي، كل الاوربت ها ثلاثه ما عدا اس او 4 الارفكس، كل جلد الفيس تراجمينال ما عدا الانجل جلد الريكولر، ماشي دي كلها قواعد نبات، كل عضلات الفارنكس ها فارنجال بريكسس ما عدا عضله واحده اسمها ستايلو فارنجس بالنرف التاسع، كل عضلات اللسان تانج جلوسال هايبو جلوسال ما عدا واحده اسمها بلاتو جلوسس بيغذيها حاجه اسمها فارنجيال بلكسس. طب اطلع بقى من كده، احنا الستايلود اباريتس في كام عضله؟ ثلاثه، صح؟ ايه هم؟ ستايلو ها هايويد، ناخد الاول دي ستايلو ها جلوسس او ستايلو فرنج جلوسس، ستايلو ها فارنجيس، مش كده برضه؟ طب ستايلو جلوسس، كل اي عضله جلوسس بيغذيها هايبو جلوسس ما عدا بلاتو جلوسس، يعني ان شاء الله عفريتو جلوسس، عفريتو جلوسس يبقى هايبو جلوسس نير، زباله جلوسس، زباله جلوسس هايبو جلوسس نير، ستايلو جلوسس مش بلاتو جلوسس يعني، صح؟ يبقى هايبو جلوسس ايه نير، يبقى دي بيغذيها رقم كام هنا؟ 12. طيب كل فارنجيس فارنكس يعني كل عضلات الفارنكس بيغذيها فارنجيال بلكسس ما عدا دي بيغذيها تسعه. طيب الفيشال نيرف before entering باروت الجلاند بيسبلاي ستايل، بيدي ماسكولار برانش للستايلويد، ماسكولار برانش للبوستيرو فيلي، وبيدي بوستيرو ريكولار، صح؟ بيغذي اوكسيبيتاليس ماسل ريكولاريس بوستيرو ادس بيرو، صح كده؟ بعد كده بيخش باروت الجلاند ويتفرع على خمس ايه؟ فروع، مين اللي بيغذي ايه؟ النرف السابع قبل ما يخش فين؟ في باروت الجلاند. عندك ثلاثه كرينيال نيرفز بيدخلوا في السلو ابريس، ستايلويد بالسابع، ستايلو فارنجس بالتاسع، ستايلو جلوسس بال 12. 3 كرينيال نيرفز بيغذوا مين؟ بيغذوا العضلات بتاع الاستالود ايه؟ ابريتس. فهمتوها؟ مهمة قوي على فكرة. فهمتوها يا جماعة؟ صح؟ طيب حاجة تانية، في حاجتين ليهم نفس الاسم في الابريتس ده. ايه هما؟ ستايلو هايويد ليجامنت وستايلو هايويد ايه؟ ماسل. الشيخ يقول لك ايه اللي بيفصلهم عن بعض؟ هما الاثنين ماسكين في نفس المنطقة في الهايويد وول، سبحان الله. بس يقول لك مفصولين عن بعضهم. تعال نشوف كده مع بعض. بص السؤال ده بيسأل، ده مهم قوي السؤال ده على فكره. في حاجتين ليهم نفس الاسم
بين استرداد باريس مفصولين بحاجة. بص كده معايا العظمة دي ها حوالي البون مين ده الطنج وايه دي ها استرداد بروسيس العظمة دي هاي بروسيس مظهر شايفين ازاي مين ده بقى ومين دي ده المصل اللي جمنت المصل دي ستايلو هاي المصل طب وده ستايلو هاي ها اللي جمنت مين اللي فصلوا عن بعض ناسكين في نفس المنطقة الهاي البون صح بس واحدة ماسكة سوبرفي او سوبرفيشل الهاي البلوسس واحدة دي الجميل الهاي البلوسس الستايل هايد ليجامنت اند ستايل هايد ماسل سيبريتد باي هايدروسس ماشي مش مكتوب النص في الكتاب كده مكتوب معرفه يعني ايه شويه فيريشن بتاع الهايدروسس شويه هنا ماشي بس يعني ايه مش مكتوب العباره دي سافش او طيف ام اس كيو صعبه فهمتوها طب سؤال برضه الريليشنز بتاع كل الستايل باريتس للهايدروسس هو الستايل باريتس ده عباره عن كام حاجه ردوا خمسه مش كده هما الخمس حاجات دول ستايلو جلوسس ستايلو هايرويد وستايلو فارينجيا سمعت صح واثنين ليجامنت ستايلو مانديبولار وستايلو هايد ايه ليجامنت بص معايا كعضلات الماسلز اثنين سوبرفيشال واحده دي من السوبرفيشال ستايلو جلوسس وستايلو هايرويد صح مين اللي دي ستايلو فارينجوس انا بتكلم على علاقتهم بمين بالهاي جلوسس طب الاثنين ليجامنت واحد مالوش دعوه بيها اصلا اللي هو مين ده ستايلو مانديبولار ده بعيد عنها خالص واحد دي ليها نومين ده ستايل هايد ايه ليجامنت فهمتوا القصه ايه الاستراكشرز والستريدا باريكس ايه علاقتهم بالهايو ايه جلوسس ايه مشكله فهمتوا طب ممكن ايه طب انا بقى عامل بس ما انا زيكم برضو بي. لما نيجي نبص على الطنج بس فقط ده عبارة عن قال لي هو عبارة عن muscles صعب ازاي ده الطنج حاجة على الاخر الاول بس كم عارف مين دي ها ستايلو جروسس ما دينا ستايل هايد حتى بص ملك الستايل هايد الكندو بتاعها بتقسم اثنين صح بيعدي بينهم مين ده جاستريك عباره عن تو لايرز بينهم بيعدي الانترميديت الكندو بتاع مين ده جاستريك دي هايد بون تحت ولو تلاحظوا ان الستايل جلوسس بتقول لك دي قصيت مع الياف مين الهاي جلوسس هايو جلوسس ما دي كان اسمها ايه جينيو هنا مطار مادي ولا ايه مشكل الخلاصة ان اللسان ده عبارة عن ايه؟ قالك كتلة من العضلات عليهم ميوكوس ممبرين بس ده الطنج ماسلز عليهم ايه؟ ميوكوس ممبرين قال لي والماسلز مجموعتين ممكن تبقى انترنسك او اكسترنسك ازاي يعني بص قالك الماسلز اوف طنج مجموعتين انترنسك و اكسترنسك انترنسك وايه و اكسترنسك انترنسك لو احنا بصينا على الطنج عامل ازاي جاي كده او ممكن نشوفه من كده يعني ايه ساعات واحد بيطلع لسانه من فوق زي الشبشب كده بص عامل ازاي عامل كده نديله لبره كده او تبص عليه من الجنب زي كده يعني بص عامل ازاي قالك يعني ايه كلمه انترنسك قالك يعني اوريجن وانسرشن جوه الطنج نفسه من الميوكوس ممبرين للميوكوس ممبرين قالك ممكن تبقى الفايبر جاي من قدام لورا كده او جاي عموديه بالمنظر ده ايا كان ميوكوس امبرين ميوكوس امبرين ممكن تبقى لونجيتودنال انتروبوستيرو فايبر
او فيرتيكال فايبر او ترانسفيرس فايبرز. ودي مسؤولة عن يعني الاشكال تشكيل الطنجة، يعني واحد يتخانه ويرفعه يقف زي ما يقعد يلف كده وبتاع، اللي بيعمل الحركات دي مين؟ الانترنسك ماسلز. ساعات بقى كده يهبل كده وفضل مرايق وعايش حياته مع نفسه كده، يرفع نفسه كده على ساعات بتحصل عادي يعني، يعني مالهاش علاقة بالهبل خالص زي دي يعني، يعني تنفيس يعني. دي اسمها ايه؟ انترنسك ايه؟ ماسلز. اكسترنسك بس جايه من بره الطنج ورايحه له، يعني ايه؟ جايه من الستيرويد للطنج. مالهاش علاقة جاية من هايويد للطنج، جاية من البلد للطنج، أو جاية من السبيريور جينيا تيوبركل. فكان حاجة اسمها جينيا تيوبركل في الماندول. بص اسمعني، ستايلويد لطنج، هايويد لطنج، بلد لطنج، جينيا تيوبركل لطنج. نسميهم بقى ها ستايلو ايه؟ ها جروسس. ها ستايلو هايو ها جروسس، بلاتو جلوسس، ها جينيو جلوسس. شو قالوا؟ اسمع بقى كده معايا بس، دول جوه الطنج صح؟ انترنسك، ودول جايين بره الطنج ورايحينه ورايحين له. فلو جيت تبص هنا كده مين العضله دي اسمها ايه؟ اسمها يا اخوانا ايه؟ بلاتو جلوسس. كل دول بيغازلوا رقم 12 ما عدا دي. هتقول يعني حتى الانترنسك ماسل في طنج، اي حتى الانترنسك ماسلز بيغذيها برضه مين؟ هايبوجلوس نير. انا قلت قاعده عامه كل عضلات الطنج سواء اكسترنسك او انترنسك مش تفرق ماشي، ما عدا دي اللي اسمها البلاتو بلوسس بيغذيها فارنجال بلكسس. خلي بالكم من حاجه برضه، في اثنين فارنجال بلكسس، في فارنجال فينوس بلكسس وفي فارنجال بلكسس اوف نيرفز ماشي، في فارنجال بلكسس اوف فينز وفارنجال بلكسس اوف نيرفز، وهما الاثنين في نفس المكان. في عضله اسمها سبير كونستريكتور ماسل وميدل كونستريكتور وانفير كونستريكتور، هما الاثنين عاملين كونستريكتور عشان انا متلخبطه ماشي. لك على الميدل كونستريكتور ماسل في فارنجيال بلكسس اوف نيرفز وفارنجيال بلكسس اوف فينز، اللي انا بتكلم عنه في العضلات دول اوف نيرفز. الفارنجيال بلكسس بتاع مين؟ بتاع النيرفز. صعبه؟ في مشاكل؟ طيب المهم، طب مين فيكم شاطر يقول لي فيه خدنا كام بلكسس اوف نيرفز في المنهج؟ نيرفز ها في سيرفايكال بلكسس ها بريكيال بلكسس ها فارنجيال بلكسس ها تيمبانيك بلكسس. كان السنه دي ايه سيمباثيك بلكسس اراوند الانترنال اكسترنال ايه كاروتيد. جميل. طيب خدنا كام بلكسس من الفينز؟ تيريجويد بلكسس وبازيلر بلكسس اوف ساينس كده وانترنال فيرتبرال فينس بلكسس وفارنجيال فينس بلكسس. جميل قوي. شافوا كده شافوا كده ماشي صاب اوكسيبيتال فينس بلكسس بيقعد يعيش معاك ماشي. يقول لك في كام بلكسس من الفينس تعرف رصهم ودي فين ودي فين ودي فين، في كام بلكسس من النيرف، طب دي اللي بيعملها ايه، طب دي اللي بيعملها ايه، طب دي اللي بيعملها ايه. عيش تانية بقى كبرت وقت. يلا بص بقى النهارده هنتكلم اخر حاجه، يعني احنا خدنا العضله دي اسمها ايه؟ ستايلو صح؟ هنتكلم على الهايو والجينيو تمام؟ الدريفيشن بتاعته بس ونمشي، خلصناهم هنمشي، ما خلصناهمش نبقى نعدي. بص معايا كده، انا هخلي القرايه في الاخر خالص عشان ما ننامش، بس ركزوا دلوقتي. كان في رسمه تعمل راجع معاكم حاجه خدنا الحصه اللي فاتت، كنا رسمين الماندبل اهو مش كده، رسمه خدناها مره فاتت كده. مين العضله دي؟ هاي بون. ها مين دي؟ ماين هاي مصر. ها ودي مين؟ هاي بلسس. كان في جلاند هنا اسمها ايه دي هنا؟ صاب مانديبولا سليفر جلاند مش كده برضه؟ دي الماي هايد اهي ها الهاي بلوسس ودي صاب مانديبولا جلاند. وكنا كسرنا وشلناه صح؟ كان المنظر بقى عامل ازاي؟ اهو المانديبولا مكسور اهو
ايه الزهر ده؟ ده الطعم كده. ودي مين احنا معانا؟ الهوري بون. ها كانت مين دي هنا؟ الماي الهوري صح كده؟ طب وايه؟ الهوري بلصص. كان في حاجه كده هنا في المنظر ده؟ انا برجع احنا خدناها مره كده. كنا قلنا معلوم ان السبمن دبر جلاند مقسومه بالماي الهوري المصل الى تو بارت كده، سوبرفيشال بارت وده لارج وكبير صح كده، لارج بارت وديب بارت كده اللي هو السمول، وهما الاثنين كونكت مع بعض الونج البوستيريور بوردر بتاع الماي الهوري المصل كده، وكان الديب بارت بيطلع منه دكت اسمها سبمن دبر ايه دكت. في مشاكل كده؟ الرسمه اللي جايه هعمل ايه بقى؟ هشيل كل ده، هشيل ايه؟ مين دي هنا؟ الماي الهوري وكل الجلاند بالجزئين طبعا. مين هيظهر بالكامل بقى هنا؟ الهايدروسس صح؟ طب سؤال تاني، ايه اللي ورا هنا؟ ماندول هايويد ها؟ ستايلويد صح؟ مش كده؟ تعالى نتفرج. بص انا عايز منكم تركيز في حته الرجاله قوي يعني. واحد انا عايز انام مش انام مش قصتي بقى الكلام ده. صحصحوا كده وركزوا في المشروع. بص يا شباب قال لي مانجا ايه دول؟ جينيال تيوبركل صح؟ كان في ابر جينيال تيوبركل ولور، او اسمها الثاني مين فاكر؟ منتال سباين كده، سوبير منتال سباين وايه؟ وانفيريور. دي هاي بون دي السيريبروسس بس ادي الطنج. مين اخونا عربي؟ يلا يا شباب ها؟ ستايل بلوسس صح؟ ها ومين دي؟ هاي بلوسس اهي. بس واضح مين اللي بره بالنسبه للتاني؟ الستايلو سوبرفيشال بالنسبه لمين؟ للهايو، وفي نفس الوقت الالياف متقاطعه معاك مش كده؟ يعني دي الهايو كده ودي جايه كده. في ديكاستيشن بالالياف مين؟ الستايلو والهايو ماشي؟ طيب مين دي؟ ها؟ جينيو بلوسس. طيب يلا كده اوريجين وانسرشن دي اسمهم اكسترنسك ماسلز اوف ايه اوف تانك، هشرحهم كلهم ما عدا البلاتو مش كده؟ مش كلهم بيتغذوا بمين؟ بالهايبرجلوسال نيرف ما عدا اللي مش هناخدها البلاتو جلوس، هناخدها مع الفلت في الاخر خالص. يبقى بصوا معايا ستايلو جلوسس سبلايد باي هايبرجلوسال نيرف، هايو جلوسس سبلايد باي هايبرجلوسال نيرف، جينيو جلوسس سبلايد باي هايبرجلوسال نيرف. في اي مشكله دلوقتي؟ اوريجين تيب اوف ستايلو بروسيس انسرشن السايد بتاع الطنط ديكاسيت مع الهايبروسس. هايبروسس اوريجين ابر بوردر اوف جريتر كورنيو اوف هايب بون صح؟ مش ده اسمه جريتر كورنيو؟ طلع من ابر بوردر بتاع الجريتر كورنيو بتاع مين؟ الهايب بون. انسرشن ماسكه في السايد بتاع الطنط وديكاسيت مع الستايلوبروسس ماشي؟ طب مين السوبرفيشال الثاني؟ الستايلو سوبرفيشال الهايب. طب واحد انا عايز اشوف الجينيو بلوسس، قال لك انا هقشر مين بقى هنا خالص ها؟ الستايلو واشيل من كمان الهايو يظهر قدام مين؟ الجينيو بلوسس. بص عامل ازاي؟ نفس الرسمه اهي. ده الماندبل. مين ده اخويا هنا؟ الهايو بون ودي مين؟ ستايلو بروسيس. ده الطنج اهو. بص الموضوع عامل ازاي؟ كل دي عضله كل دي عضله، اكبر عضله في الطنج هي العضله دي اسمها عضله ايه؟ جينيا بلوسس. طب فين الهايو كانت مكانها فين؟ مكانها هنا مقطوعه. طب فين الستايرو؟ كانت هنا صح؟ انا قطعها برضه ماشي. انتوا قصرنا ازاي؟ وصلت؟ بس كان الهايو وبعد كده دي هنا الستايرو مغطيين عليها، كان اللي جنبها بس الحته دي شايفينها؟ لما تشيلها قال لك ماسكه في كل الطنج من اول التيب بتاعته لحد الروت بتاعه ماشي؟ ماسكه في كل الايه؟ الطنج
من from tip لحد الروت من دي جينيروس. طيب بصوا انا عايز بقى ايه رسمه جاهزه تخمر عليها قوي ترتيبهم عامل ازاي يعني ايه. بصوا ايه ده المندل صح مفروض هنا في ستايل بروسيس صح كده وفي زي الناحيه الثانيه برضه هنا في ايه ستايل بروسيس مش كده برضه ده المندل برضه كده ايه اللي جوه ده ها ده الطنج مش كده هنا في ستايرويد وهنا في ستايرويد كده معايا ولا مش معايا فاهم طب ايه معايا ده في هنا ستايل بروسيس وهنا برضه في ها ستايل بروسيس مش كده برضه. طيب حاجه ثانيه الهاي بون هي الهاي بون مفعله كده صح دي الهاي بون يعني في كام جيجا كورنيو اثنين صح فيطلع من هنا هاي بلوسس وهنا من هنا برضو ايه هاي بلوسس تبقى عامله ازاي هنا تبقى جوه هنا دول مين هنا الهاي على ناحيتين وبعدين المندبل قدام هنا كده صح اهو كان في حاجه اسمها جينيال تيوبركز كده خلي بالكم ان في اثنين سبيرو جينيا تيوبركل واثنين انفيريور يعني مين اعرض هنا جينيا بلوسس ودي برضه مين هنا جينيا بلوسس. طب الترتيب ده عامل ازاي كده مين اللي بره خالص ستايلر وبعدين ها هايو وبعدين جوه مين خالص جينيا انتوا بتسمع ازاي من بره ما هو مين اللي بره الايه انا وريكم الترتيب هنا مين اللي بره لا عشان بس في حاجه عايز اقولها عليها بس الاكشن هنا مين اللي بره ستايل وراها هايو ايه اللي جنب الجينيو الجينيو الثانيه الاثنين جينيو بلس الاثنين في بعض ماشي يعني استنى بقى بص كده في الرسمه دي معظم الصالصه بتاع الطنج مين اللي عاملها مين يا اخوانا دي جينيو بلس ادي واحده اهي كده. طب لو انت خدت في المشرحه بقى ساجيتال سيكشن في الميد لاين العضله قدامك تيجي في العمل كده في المقطع في النص بالظبط تبدا تبص في النص كده جينيو بلوسس ماشي ما هي اللي جوه اصلا هل في المقطع يبان دول بره خالص بره المقطع فهمت قصدي من اشهر عينه في الساجيتال سيكشن بتاع هدولك دبوس مشوف في الطنج جينيو بلوسس ماشي بس فهمت ازاي ده هو قطع ما بين عضلتين صح ومتين نازلين في بعض في مشاكل. طيب اكشن نرجع تاني دول سهلين مين هنا ستايلو بتعمل ايه عضلة هنا؟ ريتراكت الطنج صح؟ ابورد وباكورد يعني الستايلو بتعمل ايه هنا؟ ريتراكت في مشكلة؟ طيب الهايو ها ديبريس ديبريس الطنج دي بتعمل ايه؟ ديبريس مين الموسيقى كلها؟ دي اللي هي معظم اللحمة بقى نفسها الجينيو ايه؟ جروسوس قالك ما هو مش هينفع تبص في الرسمة دي بص في بعدها اللي هي فين دي قالك الجينيو جروسوس ليها انتيرو فايبرز وليها بوستيرو فايبرز يعني فايبر ماسكه في الطنج من قدام وفايبر ماسكه في الطنج منين من ورا قصده كده يعني دي الانتيرو فايبرز ودول مين ها البوستيرو فايبرز الجينيو بلوسس لو الاثنين مع بعض هيشتغلوا ولا واحده بس هتشتغل هنعتبر الاثنين كتله واحده هيشتغلوا مع بعض قالك لو هيشتغلوا مع بعض البوستيرو فايبرز هتشد الطنج لبره صح تعمل ايه ها دول هنعملوا ايه بروتريود الطنج كده طبعا كنت راكن صح؟ يطلع لبره. مين هيرجعه تاني؟ الستايلر. الجينيو طلع بره والستايلر ترجع تاني. في مشاكل كده؟ لو الانتيرو فايبر اشتغلوا بنعملوا ايه؟ ديبريس الطنج. دول هيعملوا هنا ها؟ ديبريس. بوث ماسلز ماشي؟ البوث ماسلز رايت وليفت. البوستيرو فايبر بروتريود الطنج. الانتيرو فايبر ديبريس الطنج. طب لو واحده بس اشتغلت؟ ايه بقى كده وركزوا معايا بص يا اخويا ده الطنج بس لا ده الميد لاين ولكن كده لفت بس الله يكرمكم دكتور نعم انت عايز تعمل ايه؟ هتطلع لسانك بره البوستيرو اشتغل صح؟ ماشي هي بيخلي الماوس يقعد في الفلور بتاع الماوس الانتيرو فايبر بتاع جينيا بلس ولا بلس مش لازم كل عضله تشتغل مع بعضها؟ فهمت؟ لا كمان اخد طلع لساني واقعد العبه كده مش في انترنسك ماسلز؟ مش كده برضه؟ طب تطلع كده وبتاع في انترنسك ماسلز برضه عندك تعبان كده ده المندبل
مين دول؟ ها اسمهم ايه دول؟ ها الجينيا تيوبركلز. بس ركزوا معايا، في عضله اهي، في عضله. مين دول؟ رد عليا. جيني بلس كده جبت. الله يكرمكم، ركزوا مهمه قوي. جرايت دي لو عملت كونتراكشن لوحدها الطنج هيطلع، هيشيل واحده صح؟ هيطلع كده. انت تقتنع ازاي؟ لو الليفت جينيا بلوسس بروتريود الطنج فورورد اند تو ذا اوبل سايد، يعني دي هتخلي الطنج يتحرك كده، يعني قدام ناحيتها اليمين، الليفت هطلعه قدام ناحيه اليمين، طب الرايت ها هطلعه قدام ناحيه ليها الشمال. الشيخ بيسالك يقول لك يا ابني ازاي تعرف واحد عنده باراليسيس في الهايبوجلوسال نيرف؟ ماشي، لما يطلع لسانه بره ماشي، تعرف الرايت مشلول ولا الليفت مشلول ازاي؟ بس واحده واحده بس، نركز بقى كده. ركزوا 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 ركزوا. السؤال ده مشهور على فكره قوي. تاني كده راجعوا معايا، مين ده؟ ها الطنج ماشي، ده الميد لاين هنا، ادي الهايبر جينيو اسف، وبعدين هايو، وبعدين بره فين هنا ستايل. اسمعوا كده، ليفت وكده رايت، في هنا نيرف بيغذي المنطقه دي ونيرف بيغذي المنطقه دي، ده الهايبوجلوسال نيرف الليفت وده الهايبوجلوسال نيرف مينها الرايت. معايا كده؟ طيب المفروض ان الليفت جينيو بلوس هتعمل ايه؟ ها هتطلع الطنج قدام وعلى اليمين صح؟ طب والرايت هتطلع قدام وهنا وعلى الشمال، وليكن ده التشانل اللي هو رايت ولا ليفت؟ الرايت. لو العين طلع لسانه، اللسان هيتلوح على الرايت ولا على الليفت؟ ردوا اسمعوا معايا كده دلوقتي، مين اللي مشلول؟ الرايت هايبوجلوسال نيرف، يعني كل دول مش شغالين صح؟ بص معايا، كل دول مشلولين صح؟ لما جيت الكونتراكت اللسان هيطلع ازاي؟ كده صح؟ اللسان بيديفييت على الباراليز سايت، مش دي اللي شغاله بس، لو دي عملت كونتراكشن بروتريد الطنج تو اوبوزيت سايد صح؟ هيطلع قدامه على اليمين الناحيه المشلوله، رايحه الناحيه المشلوله توورد الناحيه المشلوله، مش دي الناحيه المشلوله صح؟ اللي سال في سالك الشاف يقول لك دلوقتي واحد عنده باراليسيس في الرايت هايبوجلوسال نيرف، لو طلع لسانه بره اللسان هيتلوح رايت ولا ليفت؟ على الرايت. فهمتوا القصه؟ فهمتوها؟ سالك الشاف مهم قوي قوي، وام سي كيو وصلت؟ تمام؟ فهمتوها؟ أولا تاني؟ هي العضلة أصلا جاية كده، دي جينيو بلوسس ودي جينيو ماشي؟ فلما تعمل كونتراكشن هتلاقيها الناحية التانية، فهمتوا القصة؟ مش خط كده يعني، ها؟ فهمتوها؟ طيب يبقى تاني كده جينيو بلوسس بس 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 البوث ماسلز posterior fibers protrude the tongue anterior fibers depress the tongue one muscle protrude the tongue forward to the other side بس، يعني لو الليفت هطلعه قدام ويروح ناحيه اليمين، لو الرايت اشتغل قدامه ناحيه الايه؟ الشمال. صعبه؟ نيرف سبلاي بتاعهم كلهم ما عدا البلاتو بلوس ما خدناش طبعا، هاي بلوس ايه؟ نيرف بس. هرجع بس معاكم اراجع رسمه الحصه اللي فاتت بتاع الصدمه الدبره الجلاند دي. انا ما اعرفش اشرح ازاي في محاضرات الحاجات دي بصراحه، يعني ده عدونا كمان بركه في محاضرتين يعني. يلا كده بصوا رسم الحصه اللي فاتت بقى، بص معايا ده اللي عندنا العظمه دي هاي هون بس اخبار ها ستايلر بروسيس. بص ده الطنج، مين العضله دي؟ هاي بلوسس جينيو ستايلو، وكان في واحده كمان هنا اسمها جينيو هايلوريد صح؟ ما الخط ده عباره عن ماين هايلوريد مش كده؟ جدع. يا تاني دي مين؟ ها جينيو هايلوريد ها
جينيو جلوسوس ستايلو جلوسوس هاي جلوسوس معايا كده. وكان في هنا الديب بار بتاع السبمنت ده برجلين صح كده هنا كان بيطلع منه ها سبمنت برودكت وكان فيها نيرف اللي عمل كده بالريشة فاكرينه اسمه لينجوال نيرف وتحت النيرف تاني اسمه هايبوجلوس مش كده برضه مش جيت مرة فاتت وكان في جلاند هنا اسمها سب لينجوال صح تاني كده تاني بص 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 معايا اسمها رقم على البيانات من دي سبلينجوال جلاند سبمن ديبرا دكت سبمن ديبرا جلاند مش كبرده لينجوال نير هايبر جلوسال نير في اي مشكله في الاسم دي يجي خلال مره ثانيه طيب رقم على اسمه ثاني انا بص انا هرسم رسمتين كمان واطلع منهم شويه ريفيشن وخلص ماشي بس عايز تركيز بس دلوقتي ده المندبل دي الهاي البون طب سوايا ايه تحت الهاي البون ده من فاكر اسمه ايه ثايرويد كارتر صح كده ده اسمه ثايرويد كارتر ماشي ايه ده طنج من العضله العظمه دي من هنا ستايلويد بروسيس ماشي برضه مين دي هايبلوسس جينيبلوسس ماشي في بقى كمان عضله في ظهر جينيبلوسس كده هنا دي بليها اسمها ميدل كونستريكتور ماسل مش في سبير كونستريكتور في عضله اسمها ايه ميدل كونستريكتور موجوده هنا جينيبلوسس ودي اسمها ولا هي ميدل كونستريكتور ماسل وانا من شويه ان كان في ليجامنت ماسك من الهايويد من الستايرويد لحد الهايويد بون اسمه مين احنا ده ستايرويد ايه ليجامنت ماشي وقلنا كان في عضله طالعه من الروب بتاع الستايرويد لحد الثايرويد كارتليج اسمها العضله دي ها ستايلوفارينجز طب بيانات تاني كده بص معايا مين دي جينيو جلوسوس هايو جلوسوس مين اخوانا دي هنا ميدل كونستريكتور ماسل مال ايه دي ستايلو فارنجيس مش كده برضو مال ايه ده ستايلو هايويد ليجامنت تمام طب حد فاكر الرسمه دي كان جميل ده تمام فاكر الرسمه دي كان ده اللينج ولا ارت صح دي فيرست بار وسكند بارت وده مين ده الثيرد بارت مش كده يعني لو جينا في الرسمه دي المفروض مين بقى هنا ده ها مين اخوانا اللينج ولا صح تمام صح في اي مشكله دلوقتي حاجه ثانيه كنا خدنا الحصه اللي فاتت مع ريليشن بتاع الدايجستري كان في كده منظر كده بص عامل ازاي كان في عندنا ارتري اهو وهنا كان ايه كانت الهاي بول كان ده الهاي بلوسس والطنك وكان هنا الانترنال جاجولار فين كان يلعبوا دي ها ستايلو صح كان في اربع نبات نازلين صح اللي هم تسعة ها مين ده هنا 12 10 11 صح انا عايز اتكلم هنا رقم كام ده 9 صح دي اللي مين الهاي بلسس مش كده و12 سوبرفيشال هاي بلسس ما فعلا 12 صح سوبرفيشال لمين الهاي بلسس طب 9 بيجي ازاي هنا هو طلع دي اللي مين الستايلويد وبعدين طلع قدام صح جاي من دي الستايلويد طب ازاي بيمشي مع الحاجات دي بصوا
النمر ده رقم 9. مين العضله دي اسمها ايه؟ ها ستايلو فارينجز اول ماسلز اوف فارينجز سبلايد باي فارينجال بلكسس ما عدا العضله دي صح سبلايد باي ها النرف الكام التاسع. بيقول لك النرف التاسع عامل تريبل ريليشن مع العضله دي ازاي؟ هي العضله نازله كده اصلا صح جاي كده والنرف جاي كده ديب ليها وبعدين وراها وبعدين اقرا ليها ديب ليها صح وبعدين وراها وبعدين بعد اقرا الايه ليها. مين ده؟ العضله اسمها ستايلو فارينجس والنرف رقم كام؟ رقم 9. طب في الرسمه دي ايه الحاجات اللي ديب للهاي جلوسس؟ مين ده؟ مين اخوانا ده؟ النرف التاسع ستايلو هاي ليجامنت لينجوال ارتري ها ستايلو فارينجس الجينيو جلوسس والميدل كونستريكتور. لسه لسه في مشكله لحد دلوقتي؟ صعب الكلام؟ طب حاجه ثانيه بصوا لك ده المندوب اخر اسمه ده نبطل ركزوا معايا كده ستايل بروسيس هاي مين دي؟ ها؟ ماين هارت ها؟ مين اخوان العربة دي؟ هاي بلوسس ها؟ ستايل بلوسس ها؟ دايجاستريك صح ها؟ كان في طلعة طلعة كده هنا تاني كده بس واحد مين دي هنا يلا اخوانا مين دي ماينر هيرت ها ستايلو بلوسس دايجاستريك ستايلو هيرت مش كده امال ايه دي هنا الهاي بلوسس بس خلصت عايز ايه بص نرجع لاسمي كده يا شباب اخوانا ال حد عارف ده ده عباره عن ايه ده ميوكاس ميمبرين جينيو جلوسس مصر يعني الموضوع ده كله على عضلتين دلوقتي جينيو جلوسس وهاي جلوسس احنا عرفنا في جينيو جلوسس اوريجن انسيرشن ونيرف سبلاي واكشن صح؟ ايه نيرف سبلاي؟ كل عضلات الطنج برقم 12 صح كده؟ ما عدا البلاتو يبقى 12 ريليشنز اللي اهم حاجه القصه كلها الجينيو جلوسس عايز اعرف سبيريور انفيريور سوبرفيشال وديب في الكتاب كاتب فوقها ايه وتحتها ايه وسوبرفيشال ما كتبش الديب بس معايا طب ايه اللي فوق ايه؟ متغطيه ليه من فوق؟ كفر دبي ميوكاس ميمبرين صح؟ اللي تحتها مين دي؟ ها؟ جينيو هايوي مش كده؟ يبقى فوقيها متغطيه ازيك عبد الرحمن ازيك عبد الله ها؟ فوق كفر ديها ميوكاس ميمبرين تحت جينيو هايوي مش كده؟ طيب لاترال سيرفيس عليه ايه؟ في عضله متشابهه اسمها ها؟ ماين هايوي بصوا بقى وهايو جلوسس مش كده؟ سابلينجوال جلاند سب مانديبولار دكت لينجوال نيرف لينجوال ارتري تاني 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 الجينيو بلوسس فوق تحت لاترال صح ده كلام الكتاب وهقول لكم الفيديو فيه دلوقتي فوق هاد كفرد باي ميوكاس ميمبرين بالنص مكتوب كده تحت جينيو هايويد لاترال سيرفيس متغطي بالمايل هايويد كده والهاي بلوسس ومين ده هنا سب مانديبولار دكت لينجوال نيرف سب لينجوال جلاند والثيرد بارت على لينجوال ايه؟ على فكره الثيرد بارت على لينجوال ارتش مكتوب كده اصلا في الريليشن موجود اهو يعني زودت عن الكتاب كمان طب مين فيكم شاطر يقول لي الديب؟ جدع الجينيو جلوسس على الناحيه الثانيه شو ما في بعض كده بس مش كاتبها اصل لك ايه ديب جينيو جلوسس هتلخبطك مش هو فعلا الناحيه الثانيه الاذر جينيو جلوسس ميديا ليه فهمتوا؟ انت عايز تكتبها يعني انت عايز تكتبها يلا ده مش عايز احسن يلا انصار قول كده ريليشن فوق ميوكوس امبرين تحت
جينيرويد اوتر سيرفيس عليه سبلينجوال جلاند والضغط بتاع سبلينجوال لينجوال نير ثيرد بارت لينجوال ارتري وفي عضله اسمها مايلويد ومين دي والهايجلوسس بس خلصت طب ريليشنز اوف هايجلوسس قالك الهايو جلوسس بالنسبه لاشكال العضلات الجينيو فان شيب الهايو كوادري لاترا صح مربعه كلمه السر العضله مربعه ليها سوبرفيشال ريليشن وديب ريليشن سوبرفيشال رباعي واربع عضلات ديب اربع حاجات ارتري نيرف ليجامنت مصل تاني العضله مربعه صح بص معايا كده سوبرفيشال رباعي واربع عضلات ديب اربع حاجات تعال نتفرج كده بص ايه الرباعي ده اتنين نيرف وجلاند وضغط مين الاتنين نيرف لينجوال هايبوجلوسال سبمانديبرال جلاند سبمانديبرال ضغط ده الرباعي ماشي ها لينجوال هايبوجلوسال سبمانديبرال جلاند سبمانديبرال ايه ضغط سوبرفيشال ولا ايه الكلام ده سوبرفيشال واربع عضلات اربع عضلات واحد اثنين ثلاثة أربعة ها ستايلو جروسوس مايلو هايويد ستايلو هايويد ودايلاستريك أربعة عضلات دول سوبرفيشال ولا ديب سوبرفيشال أربعة عضلات ورباع دي أربع حاجات إيه هما الأربع حاجات أنا بص يا سيدي في الرسمة دي نيرف وليجامنت وفيسل ومسلز مين النيرف؟ النيرف الكام؟ التاسع مين الليجامنت؟ ستايل هايد ليجامنت مين الفيسل لينجوال مين الماسلز ادي واحد اثنين ثلاثة جينيو جلوسس ميدل كونستريكتور وستايل فارينجس فهمتوا يعني لو قال لك ريليشنز بتاع الهاي جلوسس ثلاث رسومات كام رسمه ثلاثة ادي واحد دي الديب ريليشن ورسمتين السوبرفيشال دي ودي فهمتوا تاني ريليشنز اوف هاي جلوسس سوبرفيشال ها العضله مربعه كل اربع عضلات رباعي واربع عضلات دي اربع حاجات من الرباعي لينجوال نير هايبر جلوسال نير سب مانديبولار جلاند سب مانديبولار دكت بعدين دي ولا سوبرفيشال ما كله دي او سوبرفيشال سوبرفيشال ليه تمام من الاربع عضلات ها مايل هايلايت ستايل جلوسس ستايل هايلايت ودايجستيف خلص سوبرفيشال دي اربع حاجات نير ليجامنت فيسل ماسلز نيرف التاسع ستايل هايد ليجامنت لينجوال فيسلز عضلات جيني بروسس ميدل كونستريكتور وستايل فارينجس ده بالنص كان موجود في الكتاب انفخ يا اخويا فهمتم وصلت نقرا كده مع بعض الكلمتين دول بص عليهم كده بسرعه اه بس خلاص 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 مش جديد تاني بص معايا اه دي علاء راح يجي ستايرويد اباريتوس بس قال والله ده عباره عن بدا الاول صفحه 33 قال اول رسمه فيه relations of steroid process بس الفرق هذه الستيرويد بروسس قال لك في سوبرفيشال ريليشن ودي ريليشن الديب السوبرفيشال في منها مين دي كاروتيد جلاند ولا كروس دي الحاجتين مين ده اكسترنال كاروتيد والفيشال نيرف يعني لك سوبرفيشال ريليشن كفر الكاروتيد جلاند وكروس دي بين ستراكشر فيشال نيرف اند اكسترنال كاروتيد ارتري ده في كمان فين اهو اللي هو مين ده مستيرو فيت ما لهوش كمان دي ريليشن ها مين اخوانا كارد تشيز طيب دي ريليشن الكارد تشيز ماشي بيقول لك ان الاستيرويد اباريتس ده عباره عن الحاجات اللي ماسكه فين في الاستيرويد بروسيس وعباره عن 3 ماسلز و2 ليجامنتس في مشاكل نيك بدا بالعضلات اهو ده
اول واحدة مين ها؟ ستايلوفارينجز. طلع مين اوريجين؟ ستايلوفاروسيس فروم اتس روت. خلي بالك متخن الاسم دي مهمة الحتة دي. طلع من ايه؟ من الروت بتاع الستايلوفاروسيس. ماشي. بيقول لك الانسرشن الترن داونورد اند فورورد بتوين انترنال اند اكسترنال كاروتيد ارتريس. اهو بتنزل داون وفورورد بين مين ومين؟ بين الاكسترنال والانترنال صح؟ ودي لمين كمان ها؟ ده انا هطلع حاجات دي للبوستيرو بيلي ودي للهايبلوس صح؟ عشان تمسك فين؟ ها؟ تو بي انسرتد ها؟ في ال انتو ذا بوستيرو بوردر اوف ثايرويد ايه؟ اوف ثايرويد كارتريج ماشي؟ النيرف سبلاي كل عضلات الفارنكس سبلايد باي فرنجال دريكسس ما عدا العضله دي مين بيغذيها؟ جلوسو فرنجال ايه؟ نيرف. الاكشن بتاع الثاني ليها بترفع مين؟ الثايرويد. ما هو ده اللارنس وماسك فيه من ورا الفارنكس فلما ترفعه يبقى ترفع الفارنكس واللارنس مش برضه؟ فانت ممكن تلخص الليفيت ثايرويد كارتريج وخلاص احسن. مش ماسك في الثايرويد يبقى الليفيت مين؟ ثايرويد. بس ترجم الكلام ده ان الثايرويد كارتريج عباره عن مين؟ اللارنس ومن ظهره ماسك في الفارنكس فلما بترفع ده بترفع اللارنس والفارنكس اثناء البلع ديورنج ايه؟ سوالك. العضله الثانيه ستايلو هايت ماسل فين؟ ستايلو طلع مين ده اول انت من الميدل بارت بتاع مين؟ بتاع الستيرويد اوريجين فروم ستيرويد فروم اتس ميدل بارت انسرشن الجانكشن بتاع مين ومين؟ بص بتاع بص على رسمه الجانكشن بتاع البادي والجليتال كورنيو صح؟ والتندون سبليت انتو تو لامينيا بيسراوند مين؟ الانترميديال تندون بتاع مين؟ الدايجستر مش كده؟ اتس انتو جانكشن اوف ذا بودي اوف هيد بون وذ اتس جليتال هول اتس لور اند باي فوركيت اراوند الانترميديال تندون بتاع الدايجستريك ماسل وانسيرتد باي تو سليفز صعبة دي؟ طيب النيرف سبلاي الفيشال نيرف قبل ما يخش باروت الجلاند بيدي ستايل هايت بوستيرو ميدل اوف دايجستريك وبوستيرو ايه؟ ريكولار فبتاخد من الفيشال نيرف يا ريت لو تكتبه بيفور انترنج باروت ايه؟ جلاند اكشن بتعمل ايه؟ الليفيت الهايت ابورد وباكورد ديورنج سوالوينج في مشاكل؟ ستايل جلوسس طلع منها من الستيرويد منين من الستيرويد؟ من التل بتاعك مش كده؟ وماسكه فين؟ في كل السايد بتاع الطن صح؟ وديكاسيت مع مين؟ مع مين يا اخوانا؟ مع الهايو ايه؟ جروسس. طلع من التل بتاع الستيرويد اتس فايبر ران داون وفورورد فعلا داون وفورورد كده وعامله ايه؟ ديس فورورد تو ذا سايد اوف ذا طن انسيرتد انتو وول لينس اوف ذا سايد اوف ذا طن ديكاسيتنج وذ ذا فايبرز بتاعت مين؟ الهايو جروسس ايه؟ مصر. النيرف سبلاي كل عضلات الطنج بيغذيها رقم 12 ما عدا اللي ما خدناهاش بلاتو جلوسس اكشن ها هتشد الطنج لفوق ولورا صح؟ او ريتراكت الطنج ريتراكت الطنج اب وورد اند ايه؟ اند باك وورد برضه اثناء الايه؟ البلع يبقى عضلات الاستيرويد ابريتس كلها بتشتغل ساعه الايه؟ البلع واحده بتشد اللسان واحده بتشد الهيرد واحده بتشد الايه؟ اللارنكس في مشكله؟ وكلهم ديورنج ايه؟ سوالك بعد كده بقى الليجامنت السهله دي بنبدا فينها من التب بتاع الستيرويد بروسيس اللي هو سيرو ليجامنت وران ديب دي منها للهاي جلوسس وماسك في الليزر هورن بتاع الهايد ايه بول ستايلو مانديبولار بيطلع من الستيرويد وماسك في الانجل وده سكند بارت للديب فاشيا فري وبينتر فين بتوين مين بارت اند سب ايه مانديبولار وعلى ده حاجه هايفه ما هو دول هيتكتبوا لو جالك سؤال ستيرويد ابريتس هيكتبهم برضه ماشي يا اخوانا اه عادي اه مش كده اه اكسترنسك ماسلز اوف تانك هو حتى هنا ما جابش الانترنسك انا ما خدتش دي لسه ما جبتش ستات اللي خدناه النهارده ستايلود اباريتس واكسترنسك ماسلز اوف تانك بس انا قلت ان في كمان مجموعه اسمها انترنسك ماسلز كده مين هم الاكسترنسك؟ ها من البلد التانك بلاتو جلوسس ستايلود التانك ستايلو جلوسس جينيا كيوبيرك التانك جينيا جلوسس من هايود التانك هايو ايه جلوسس وبدات بمين ها بالجينيا ما شرح ستايل قبل كده ماشي وفي واحده شرحت اللي هي مين اللي ستايل واحده هناخدها في البلد اسمها بلاتو يبقى فاضل عندك اثنين جينيو وهاي جينيو بلوسس يلا كده نتفرج عليه بص يا اخويا طلع بيقول انت اورجن فرانس بيرو جينيال تيوبركل انسيرتد في الطنط من اول التب لحد فين؟ الروت وشكلها عامل ازاي؟ فان شيب صح؟ يبقى الجينيو فان شيب مصر ذا ايروكس اوف ويتش از ات اتس اوريجن
مش يعني ايه الفان ده الابكس بتاع فينها عند الاوريجين يعني اوريجين بتاع منها فرنس البيولوجينات يوبركل انسيرشن لمسل فايبر راديت تورد مين الطنج راديت تورد الطنج انسيرت في كل اللينس بتاع الاندر سيرفيس اوف طنج في كل الطنج فروم الروت لحد فين التب من الروت لحد التب ماشي نيرف سبلاي كل عضلات الطنج بيغذيها ها هايبوجلوسال نيرف ما عدا بلاتوجلوسس نيرف سبلاي هايبوجلوسال اكشن وان ماسل اكتنج الون واحده بول الطنج فورورد تو ذا اوبن سايت ماشي لو الليف اطلع قدام فين الرايت لو الرايت اطلع قدام راح فين الليفت الاثنين اسمع بقى في بوستيرو فايبر وفي انتيريور البوستيرو ها بروتريود والانتيريور ديبريس البوستير بروتريود الطنج الانتيريور ديبريس الايه الطنج ريليشن يبقى رسم بتاعك بصوا هنا مين دي الجينيو صح هو هنا ايه لاترالي اتس لاترال سيرفيس ريليتد تو ها بص على الرسمه هنا بقى هنقول المرسم مين دي هنا هاي بلوسس والمتشالة مين هنا الماينر هيرويد ها سب لينجوال جلاند سب مانديبولار دكت لينجوال نيرف وتزود كمان الثيرد بارت بتاع اللينجوال ايه ارض مش كده برضه اهو هاي بلوسس ماينر هيرويد سب لينجوال جلاند لينجوال نيرف والدكت وكمان معاه مين اللينجوال ايه ارض ماشي يا اخوانا دي لو ايه اللي تحتها الجيني هايلت صح طب ابعض النيوكاس من برين بتاع مين النوس صعبه دي في مشكله طيب اخر واحده بقى مين دي هنا هاي بلوسس كوادري لاترال ان شيب ران اب وورد ديب للمايل هايلت عشان يخش على السايد بتاع مين الطنج ما هنا المفروض ايه اللي موجود هنا مين دي المايل هايلت ران اب وورد ديب للمايل هايلت عشان تمسك في السايد بتاع مين الطنج اوريجين ابر بوردر بودي اند جريتر كورنر فاير بون طلع غير طلع هي المفروض طلع من البيت كورنر بس ماشي هو كده كده الكلام طلع منين من البايت بتاع الهايد بون الابر بوردر بتاع الجريتر كورنر بتاع ايه الهايد بون البوستيريور في الخمس الوراني بتاع السايد بتاع الطنج يعني ايه في الخمس الوراني يعني تير 1 فيبس يعني المهم يعني نيرف سبلاي ها هايبوجلوسال نيرف الاكشن بتعمل في الطنج ها ديبريس الطنج يلا ريليشن بقى بس يلا هو معاك العضله مربعه صح سوبرفيشال ها لينجوال نيرف طب ممكن ازود حاجه في الريليشن انت جاوب دي كمان بعد يعني لينجوال نيرف ما هو ضمن الرباعي برضه صح اللينجوال والجنجلايه بتاعته سب مانديبولار جلاند سب مانديبولار دكت هايبوجلوسال نيرف الماسلز سوبرفيشال ليها ستايلو جلوسس مايلو هايويد بايجاستريك وستايلو هايويد طيب ديب ريليشن في رسمه برضه انا بص على الرسمات الاول نيرف ليجامنت فيسل وماسلز مش كده؟ يلا كده نيرف سوبرفيشال سوبرفيشال ريليشن عضلات تعال نطلع الماسل كده من ريليشن مايل هايد ماسل والستايل هايد ماسل والدايجاستريك والستايل جلوسس ماشي ايه تاني؟ اتصاب من دبرا جلاند لينجوال نيرف هايد جلوسال نيرف ماشي طبعا الجلاند والضغط بتاعتهم كده اللي هو رباعي وقال لك اللينجوال نيرف ومعاه الجنجليه بتاعته اللي اسمها صاب من دبرا ايه جنجلون طب ما كده احسن رباعي واربع عضلات كده يبقى ازرق يعني دي ريليشن ادي المسلز جينيا جلوسس ها ستايل فرنجس و مين كمان هنا ما قالش ميدل كونستريكتور قال هنا الاوريجن بتاع ميدل ايه كونستريكتور قال الثلاث عضلات اهو جينيا جلوسس و ستايل فرنجس والميدل ايه كونستريكتور في رسمه اربع حاجات صح مسلز نيرف وليجامنت وايه وفيسلز مين الليجامنت ستايل ليجامنت مين النيرف جلوسو فرنجال نيرف ومين الفيسلز الارتري مع الفينا كومبلكس بتاعته لينجوال ايه ارتري صعبه في اي مشاكل فهمتوها